بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مكملين مع سلسلة حل اختبارات الثلاثي الثالث. اليوم عندنا اختبار خاص بالسنة الثالثة متوسط. كانوا بعض التلاميذ طلبوا مني اني ندير لهم باراغراف ولا وضعية حول ناشيونال باركس ان الجيريا. اذا موضوعنا لنهار اليوم راح يكون حول الناشيونال باركس، الحظائر الوطنية، والبيوسفير ريزيرفز، والمحميات الوطنية. نبدأ بقراءة النص. Algerian biodiversity is very rich. معناها التنوع الجغرافي الجزائري ثري وغني بمختلف أنواع النباتات والحيوانات. With approximately 16,000 known species. يعني يحتوي على تقريبا 16,000 نوع معروف، يعني تم التعرف عليه ومعروف عند الخبراء. Known marine biodiversity is around 3,183 species. يعني الأنواع النباتات والحيوانات المارين البحرية المعروفة حوالي 3183 نوع. Mountain biodiversity is also very rich. أيضا التنوع الجغرافي الموجود في الجبال ثري. Further إضافة إلى ذلك، Algerian Sahara hosts a large diversity of ecosystems. الصحراء الجزائرية أيضا تحتوي على أنظمة بيئية عديدة. A big number of them، عدد كبير منهم، are still unknown، ما زال غير معروف. يعني عدد كثير من الأنواع النباتات والحيوانات ما زال غير معروف. However, Algerian biodiversity is endangered. يعني عندنا بعض النباتات والحيوانات اللي راهي مهددة بالانقراض. The flora and fauna. Flora هي أنواع النباتات في منطقة معينة، وفونا هي أنواع الحيوانات في منطقة معينة أو في بلد معين. In the country consists of 121 species which are endangered. يعني عندنا 121 نوع من النباتات والحيوانات endangered، threatened، مهدد بالانقراض. They include 23 fish species. يعني من بين هذه الأنواع عندنا 23 نوع من الأسماك. 14 mammals، 14 نوع من الثدييات. And 11 bird species، و11 نوع من الطيور. The threatened plant species are the Tassili cypress in the Tassili Biosphere Reserve. أنواع النباتات مهددة بالانقراض مثل نبات الثرو في التاسيلي. The black pine and thuriferous juniper. Among the threatened animal species are the wild gazelles, antelopes, Berberi sheep, Berberi deer, cheetah, monk seal and the Berberi macaque. هذه من بين أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض في الجزائر. The main threats to biodiversity are the destruction of biological resources. يعني من أهم الأخطار التي تهدد هذه الحيوانات والنباتات هو تهديم الموارد الطبيعية. Extension of cultivated areas، معناها توسع المناطق خاصة بالزراعة. Urbanization and infrastructure development. Pollution, tourism and hunting، يعني التطور العمراني. Pollution، تلوث. Tourism، سياحة. And hunting، الصيد. To preserve biodiversity in this country، لحماية التنوع البيولوجي في هذا البلد، many national parks are created. يعني تم إنشاء العديد من الحظائر الوطنية. And the programs are elaborated for certain species، such as the Mediterranean monk seal and the red coral. يعني الدولة قامت بإنشاء محميات طبيعية، وأيضا قامت بوضع برامج مدروسة للعناية بهذه الأنواع من النباتات والحيوانات. نبدأ بأكتيفيتي 1 الخاص بالريدنج كومبريهنشن، أسئلة النص. Read the text and answer the following questions. اقرأ النص وأجب على الأسئلة. What do the underlined words in the text refer to؟ هنا عندنا two words، كلمتين مسطرين في النص. راح نجاوبه نقولوا على ماذا تعود هاتين الكلمتين. نبدأ بالكلمة الأولى اللي هي them. لكي نعرف الكلمة على ماذا تعود لازم نرجع إلى ما قبلها. هنا كي نقرأ الجملة اللي قبلها، Algeria's Sahara hosts a large biodiversity of ecosystems. يعني الصحراء الجزائرية تحتوي على أنظمة بيئية عديدة. A big number of them، عدد كبير منهم. هنا them يقصد بهم ecosystems. أصلا them يعني منهم، تعبر على كلمة جمع، يعني الكلمة اللي تعوضها راح تكون جمع، وهي ecosystems، الأنظمة البيئية. أيضا عندنا which، نرجع للجملة اللي قبلها.
The flora and fauna in the country consists of 121 species which are endangered. يعني تحتوي على 121 نوعا الذي هو مهدد بالانقراض. الذي هذه which تعود على 121 species. Question number 2 auxiliary question. يبدأ مباشرة بالauxiliary يعني رح نجاوبه بيس أور نو. Is Algeria the home of a large biodiversity? هل الجزائر تحتوي على تنوع بيولوجي كبير؟ Yes, it is. هنا نجاوبو بيس من بعد نعكسو السابجكت والأوكزيليوري. السابجكت هنا جاء على شكل اسم ألجيريا، كي نحولوه للجواب short answer الجواب القصير لازم نحولوه إلى ضمير اللي هو it. الضمير اللي عوض لي الجزائر هو it. Yes, it is. Do scientists know all the ecosystems in Algeria? هل العلماء يعرفون جميع أنواع الأنظمة البيئية في الجزائر؟ No, they do not. علاه جاوبنا بنو؟ لأنه هنا في النص عندنا A big number of them are still unknown. يعني عدد كبير من الإيكوسيستمز ما زال غير معروف. إذا نكتبو نو نعكسو السبجكت والأوكزيليوري. هنا scientists نحولوها they العلماء هم do ونزيدو not. هنا كي نجاوبو بنو في الأخير نحطو not. Task number 2 read the following statements and write true, false or not mentioned. Number 1 there is no marine biodiversity in our country. لا يوجد تنوع بيولوجي مائي يعني بحري في الجزائر. False. لأنه في النص عندنا known marine biodiversity is around 3183 species. يعني التنوع البيولوجي المعروف known البحري حوالي 3183 نوع. Algeria doesn't preserve animal and plant species. الجزائر لا تحمي التنوع النباتي والحيواني. False. لأن الجزائر تحمي التنوع النباتي والحيواني عن طريق إنشائها للعديد من الناشونال باركس. Task number 3 راح نربطو الكلمة word with its appropriate meaning مع المعنى تاعها ولا التعريف تاعها. Species معناها أنواع. راح نربطوها مع a set of animals or plants of the same type. مجموعة من الحيوانات أو النباتات من نفس النوع. هادو نسموهم species أنواع. Fauna the animals that live wild in a particular area. يعني مجموعة من الحيوانات في منطقة معينة. Flora معناها the plants of a particular area. النباتات التي تعيش في منطقة معينة الخاصة بمنطقة معينة. Preserve هنا it's a verb فعل. Keep something as it is معناها يحافظ على يترك شيء كما هو. ننتقل للماستري اوف لانجويج أسئلة القواعد. عندنا task number 1 correct the underlined mistakes راح نصحوا الكلمات المسطر عليها. Number 1 we love our country. We نحن هنا W لازم نرجعوها capital letter. لازم الحرف الأول من أي جملة يكون capital letter. عندنا so هذه هي الكتابة الصحيحة so ما كانش you. So we must تتنطق must بالآ ولكن تكتب بالU. Protect يجب أن نحمي. الفعل بعد must يجي مجرد نحيولو الأقواس والتون خلوه كما راه ما نضيفولوش الأس. إذن راح نحذفو الأس. We must protect. ما نقولوش protects. Okay. Task number 2 عندنا adjectives between brackets صفات راح نحطوهم في صيغة المقارنة comparative form. قبل ما نحطو adjective صفة في صيغة المقارنة comparative form لازم نشوفو نوع adjective إذا كان short ولا long باش نعرفو نطبقو عليه القاعدة. عندي rich short adjective يعني ترجع richer than. الدرس هذا تاع الكومباراتيف فورم راني شرحته جيدا في فيديو المراجعة. Endangered long adjective يعني راح نحطه قبله more وبعده than. More endangered than. Far irregular adjective معناها بعيد. هذا ما يتبع حتى قاعدة. كي نلقاو irregular adjective اللي هما good, bad, far and old هادو يتبدلوا completement. عندي far ترجع farther than. الirregular adjectives طريقة تحويلهم إلى صيغة المقارنة ما كانش قاعدة ثابتة يعني لازم تحفظوهم. Task 3 circle the silent letters. هنا عندنا كلمات فيهم silent letters يعني حروف مكتوبة ولكن لا تنطق. We are going to circle راح نديرو دائرة حول silent letter.
عندي نايف، الكي كي تجي في اول كلمه متبوعه بالان الكي لا تنطق ترجع سايلنت، نقول نايف. وين الاتش سايلنت، اور اتش سايلنت، لام بي سايلنت. ايضا القاعده تاع السايلنت ليترز راح تلقاوها في فيديو المراجعه. وصلنا للسيتويشن اوف انتجريشن اللي هي اهم جزء في الاختبار. قبل ما نبداو في حل الوضعيه، اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس، ايضا ما تنسوش انكم تخلوا كومونتير ولايك. نبداو بقراءه الوضعيه. القالة ناشيونال بارك اند بايوسفير ريزيرف، يعني محميه القالة، is one of the national parks of Algeria، هي واحدة من الحدائق الوطنية في الجزائر. It is home to several lakes and a unique ecosystem in the Mediterranean، يعني فيها العديد من الليكس البحيرات والكثير من التنوع البيئي. Write a short article for the school magazine about 8 lines describing this important biosphere reserve، راح تكتب article يعني تقرير حول هذا الناشيونال بارك. هنا عطاونا بعض المعلومات حول القالة ناشيونال بارك اللي راح نحولوها الى جمل. هنا عطاونا النيم اند لوكيشن، الاسم والموقع. راح نقولوا القالة ناشيونال بارك اند بايوسفير ريزيرف، يعني حاضرة القالة ومحمية القالة هي حاضرة وطنية وفي نفس الوقت اختارتها اليونسكو باش تكون محمية. القالة ناشيونال بارك اند بايوسفير ريزيرف، بايوسفير ريزيرف هي معناها محمية طبيعية، is located in northeast of the country. هنا عطاونا اللوكيشن الموقع northeast of the country، هنا نحولوها is located in، تقع في الشمال الشرقي من بلدنا. من بعد عطاونا الاريا معناها المساحة، هنا كيفاش نكتبوها؟ it covers an area of، تغطي مساحة تقدر ب 764.38 square kilometers، يعني كيلومتر مربع. النقطة اللي بعدها عطاونا designation by UNESCO as a biosphere reserve، يعني متى حددتها اليونسكو كمحمية. عطاونا date، احنا راح نحولوها الى جملة، راح نقولوا the park، باش ما نبقاوش نعاودوا في كلمة it، was designated، عين من طرف by UNESCO as a biosphere reserve on December the 17th 1990. هنا نحطو on قبل الديت لأنه عندنا التاريخ الكامل اليوم والشهر والسنة. عندنا lakes البحيرات 6 lakes، وش نقولو؟ it has 6 lakes، أوكي؟ تحتوي على 6 بحيرات. النقطة اللي بعدها عندنا plant species، كم فيها من نوع من النباتات، والanimal species. هادو النقطتين راح نحولوهم إلى جملة واللي هي the park accommodates، يعني يستوعب 1590 types of plants and 718 animal species، يعني يحتوي على 1590 نوع من النباتات و718 نوع من الحيوانات. 40 species of mammals، 40 نوع من الثدييات، 25 birds of prey species، 24 freshwater bird species and 9 marine bird species. يعني كل هذه المعلومات عطاوها لنا في الوضعية، احنا فقط ندخلوا عليها الأفعال. يعني كي نعبر مثلا على الموقع تاع الناشيونال بارك راح نستعمل is located in، كي نعبر عن المساحة نقول it covers an area of، تغطي مساحة تقدر ب. كي نحكي على الحيوانات والنباتات الموجودة في البارك نقول the park accommodates، يستوعب ونمد كم عدد من النباتات ومن الحيوانات. اذا نتمنى اني نكون جاوبت على جميع تساؤلاتكم وشرحت لكم طريقة كتابة فقرة حول حظيرة وطنية ولا محمية طبيعية. قلكم good luck in your exams، حظ موفق في اختباراتكم and goodbye.